مشارع دي بورقيبه نبداو يومنا في يوميات سياسي. لولا الشارع هذايا ولا برشا شوارع في تونس ما نجموش نصوروا نوع من البرامج هذايا، البرامج السياسيه، وكيف كيف نلقاو مقر الحزب الجمهوري اللي ضيفنا اليوم في يوميات سياسي هو من الحزب هذا اياد الدهماني عضو المجلس الوطني التاسيسي. باش نصوروا معاك كما العاده يوم كامل، باش نشوفوا فيه يوم عمل، وخاصه زاده كيفاش يقوم الدور صلب المجلس الوطني التاسيسي كما العاده على العالميه التونسيه. في مقر الحزب الجمهوري ضيفنا اليوم في يوميات سياسي اياد الدهماني. اياد، انت قلت عامل اعلام قبل، يعني تقعد نحكي قبيله على التصوير، عملت يعني في قناه الحوار التونسي. قناه الحوار التونسي بديت عام 2006، اما وقت بدينا بامكانيات فريمون ضعيفه، يعني كنا نصوروا في استوديو واحد بكاميراك ميني ليفي اللي معناتها كانت برشا صعوبات. انا كنت اول ثغره في الاعلام، مغرومة يعني بتشكيل ميديا. انا معناتها ملي صغير معناتها عندي ديما الصحافه والسياسه ديما هما حاضرين معناتها مربوطين، لكن تعرف كيف معناتها تحمل مسؤوليات سياسيه تولي مجبر باش تبعد على الاعلام. اول ما تلقاش وقت، ثاني حاجه غير الصحافه الحزبيه تنجمش تخدم في اطار اخر، ويحتاج حياديه ويحتاج انك انت تكون بعيد في المواقف على معناتها تاخذ مسافات اللي كي تبدا رجل سياسه ما تنجمش تاخذها. تو انت كل صباح تجي من نجرين وين يعني تسكن غادي، يعني في الصباح شنو الاذاعات اللي تسمعها؟ منين تاخذ زاد المعلومات نتاعك؟ زاد فورسيمون السياسيين اللي نصور معاهم كلنا نقولوا من اصحابنا من العائله، ولكن زاد اصحاب العائله ينجموا راهو يجاملونا ما يعطيونيش الصحيح. يعني تسمع الطرف الاخر اياد ولا لا على الصباح؟ يعني ولا انت بلوتو معلومات نتاعك تلمها كلها حصاد اليوم في الليل؟ لا، هو الصباح تبدا معناتها واحد يشوف المواقع الاخباريه سواء كانت التونسيه ولا العالميه، الشبكات الاجتماعيه اللي اليوم مصدر من مصادر المعلومه، ثم انه عندنا معناتها خليه متابعه في الحزب، يعني سورت سيليل دو في اللي تشوف الاخبار مش كان في علاقه بالحزب الجمهوري، ولكن ايضا بكل الساحه السياسيه والاحداث الوطنيه اللي خلينا معناتها ناخذوا صوره عامه على الوضع في البلاد. والاكيد يعني نسمعوا نشرات الاخبار الصباح اللي هي تعطي نوعا ما الطون نتاع شنو اللي باش يصير في البلاد النهار هذاك. انت قلت لي ماكش متزوج، يعني كيفاش تعدي نهارك؟ خاطر تو في ديما في يوميات سياسي ديما راهو يوم عمل تقريبا، معناتها 90% انه يكون يوم عمل. شنو الحاجات اللي تمشي ممكن هكا يفرهدوك شويه، حاجه سادي ستريس يعني ابار العمل السياسي اللي فريمون ستريسون برشا؟ العمل السياسي اليوم ماخذ منا برشا وقت، لانه اول حاجه يعني عاده يبدا العمل الصباح في الحزب، فما ايامات مثلا نبداو على اجتماعات تاع المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري 7 تاع الصباح، بعد نمشيو للمجلس عندنا لجان تاسيسيه في المجلس، واحيانا فما لجان تشريعيه العشيه، وفما اسابيع اللي فيها الجلسات العامه، يعني تقريبا ما تلقاش وقت خاصه اللي اي ساعات راهو ساعات واحد ياخذ نفس ممكن يعطيك انرجي معناتها. اكيد الايامات اللي يكون فيها اقل ضغط نشوف مش مغروم مغروم بالسينما، مغروم بال المطالعه اساسا، يعني الوقت اللي عندي نحاول نقرا فيه اكثر ما يمكن كتب سياسيه. كتب سياسيه لبيوغرافي، يعني السير الذاتيه خاصه فيما يخص السياسيين ولا رجال الاعلام، هذا يعني معروف ايضا بالديفلوبمون انفورماتيك، يعني بالبرمجه الاعلاميه. بديت عمري 13 سنه في البرمجه، دونك نلقى شويه وقت نحاول نقعد ديما على باج، لانك تعرف التقنيات التكنولوجيا ديما تتطور، نحاول ديما لازم يكون باش. قلت انت مغروم بالسينما، شكون يعجبك في السينما؟ يعني في العالم نحكي ولا في تونس؟ ما عرفش انت شو مؤيداتك في العالم. فما معناتها
شنو اللي فيلم يعني لجو السينما السياسيه اللي عندها معناتها هدف سياسي، وفما معناتها الافلام اللي عندها السياسه باش نخرجوا معناتها. لا والله واحد يحاول يخرج، مثلا يعجبني ياسر توم هانكس مثلا الافلام نتاعو، سواء لالينيفيرت ولا فورست جامب، اللي هي معناتها من الافلام اللي اثروا فيها ياسر وقعدت معناتها متاثر بهم برشا. مغروم بالرياضه بالفرش بالفرش بس مش شو الرياضة اللي تحب تفرش فيها؟ التنس. التنس يعني تحب التنس. والرياضات الفردية مثلا قاعد نخمم أنا كيفاش توجه للألعاب الأولمبية، كيفاش واحد يلقى وقت باش يتابع شوية. أكيد لازم باش تبعه نهار كامل يتعدى العالم، أكيد واحد فما إعدادات وتنجم تتفرش فيها. الألعاب القوية فيها فرجة. سورتو يعني فما كوجي جايكم من 6 ل 26 يظهر لي. ايوه المجلس التاسيسي. المشروع تو ما تمش الموافقه عليه. لكن يبدو ان التوجه الاغلب ماشي في الاتجاه هذا. في جملة أهدافها الكل حققت هدف واحد اللي هو حرية التعبير وحرية الإعلام، وما ثم حتى ضمانة قانونية، حتى القانون المنظم للسلطات العمومية ما فيهش كلمة على حرية التعبير وحرية الإعلام. يعني قبل على الأقل كان ثم دستور فيه إشارة، لكن تم إلغاؤه وتم تعليق العمل به. اليوم ما عندناش حتى ضمانة قانونية لحرية التعبير.